أخبار اليوم. كان في فور أن تتم الدراسات اللازمة لتطوير القضاء تطوير شامل بحيث يوصل الحق إلى صاحبه بأيسر وأدنى وأقصر الطرق. خاتم حضرتك سيتم الإعلان عن ذلك كله. شكرين يا سيد. وهذا ليس بوقت يعني هنستغرق في المسألة دي لا شهر ولا سنين، لقد تكون المسألة أيام إن شاء الله. شكرا. وعايزين نقول ما عرفش فلان ده كان إيه، لا. حتى لو المصدر قال كلام فيه شيء يعني ينتج ضرر ملاش. قال انتوا مش مصريين زينا وبتحبوا البلد زينا، ولا بتحبوا مهنتكم اكتر من مصر؟